بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن موضوع Heat Related Disorders and Pyrexia. Fever Definition of Fever عبارة عن Elevation of Body Temperature of the Normal Range. Normal Range ده بيختلف وبيتراوح ما بين 36.5 37.4. دايما Body Temperature ما بتبقاش ثابتة طول اليوم، يعني ممكن تختلف الصبح عن بعد الظهر عن بالليل، ودايما بيبقى الهايست تمبريتشر اوكيرنج افتر نون، وده بنسميه الدايورنال ريزم او السيركاديان ريزم، نورمال سيركاديان ريزم. الفيفر ده عباره عن يوزفول ماركر اوف انفلاميشن، يعني لما يكون في فيفر نعرف ان في انفلاميشن. الانفلاميشن ده سببه ايه مش هنبدا ندور عليه بعد كده، لكن هو مبدئيا عباره عن يوزفول ماركر اوف انفلاميشن. طيب الديفينيشن اوف هايبرثيرميا، يعني ايه هايبرثيرميا؟ ده عباره عن اليفيشن للبادي تمبريتشر اباف 40 سنتيجريد، لو ارتفعت درجه الحراره عن 40 درجه ده عباره عن هايبرثيرميا. طب لو ارتفعت عن 40.5 دي اسمها هايبر بايركسيا، هايبر بايركسيا، وده بتحصل مع السيفير انفكشن، بس بتحصل اكتر مع سي ان اس هيموريج. طيب الجريدز بتاعت الفيفر، لو درجة الحرارة ارتفعت عن 37.5 بس ما عدتش 38 دي بتكون low grade fever، لو من 38.1 ل 39 دي moderate grade fever، لو من 39.1 ل 40 درجة ونص دي high grade fever، لو أكتر من 40.5 زي ما احنا قلنا قبل كده دي اسمها hyper pyrexia. العكس لو التمبريتشر لو اقل من 36.5 لغايه 36 دي بنسميها سب نورمال تمبريتشر، لكن لو نزلت عن 36 وما نزلتش عن 35.5، يعني ما بين 35.5 و36 دي بنسميها هايبوثيرميا، لكن لو نزلت عن ال 35.5 ده بنسميها كولابس. طيب ايه الفرق بين الفيفر والهايبرثيرميا؟ هل هو مجرد ان درجه الحراره بس هنا اقل من 41 وهنا اكتر من 41 او 40.5؟ لا، الموضوع مش فرق في درجه الحراره بس، ده عباره عن تشينج في الهايبوثيرميك بوينت في الفيفر، لكن في الهايبرثيرميا بيحصل كومبليت فيلير للثيرمو ريجوليشن، عشان كده مفيش اي ليميت ممكن تعدي ال 41 وانت طالع، وعشان كده كان بي ديترمينال، يعني ممكن تؤدي الى الوفاه الهايبرثيرميا، وما بيكونش فيها دايورنال فاريشن. لكن في الفيفر الكومبليكيشنز رير وبتحتفظ بالدايورنال فاريشن، وريرلي ان هي تكون معديه ال 41. الاورال ده الستاندرد، ازاي بنقيس البادي تمبريتشر؟ طبعا الاورال هو الستاندرد. الريكتم ممكن نقيس فيه البادي تمبريتشر في الاطفال او الناس اللي عندها فيتس، وده بنطرح منه نص درجه عشان يدينا الستاندرد اللي هي الاورال، او اكزيلري وده بنضيف عليه نص درجه عشان يدينا الستاندرد. او دي المعادله اللي بنحول بيها درجه الحراره من السيليزيوس للفهرنهايت والعكس. ايه الحاجات اللي بتعمل ثيرمو ريجوليشن في البادي؟ هي الحاجات اللي بتنظم درجة الحرارة في البادي، ازاي البادي بيحافظ على درجة الحرارة بتاعته او يرفعها او يقللها. في كذا حاجة بيستخدمها البادي عشان يحافظ على درجة الحرارة ثابتة. في حاجات بيهيفيرال، يعني انت نفسك بتزود الهدوم، بتقلل الهدوم، بتروح تطلع في جو كويس، دي بيسموها بيهيفيرال ادابتيشن، وده بيحصل بتعمل كنترول للهيت برودكشن او لوس. في حاجات بيعملها البادي اللي هي الموتور، عن طريق الموتور نيورونز بتشغل على السكيليتال ماسلز وبتزود الماسل تون وبيحصل شيفرنج، وده بتكنترول الهيت برودكشن، يعني بتزود الهيت برودكشن، يعني لو زاد الامبلس اللي رايح للسكيليتال ماسل هيزود الماسل تون، وده اللي بيعمل شيفرنج، وده اللي بيعمل انكريز للهيت برودكشن وبيعمل الفيفر. طيب السمباثيتك نيرفس سيستم ممكن يعمل كنترول للبادي تمبريتشر عن طريق تو ميكانيزم، يا اما عن طريق السكن بلاد فيسلز، وده اللي بتعمل فازو كونستريكشن او فازو دايلاتيشن، وده بيعمل كنترول للهيت لوس، يا اما بيزود
الهيت لوس يا اما بيقلل الهيت لوس. بيشتغل السمباثيك نيرفس سيستم برضو على السكن سويت جلانس، وده بيكنترول السويتنج وده برضو بيتحكم في كميه الهيت لوس. ايه الكوزز اوف فيفر؟ في نيومرس كوزز اوف فيفر، بس اهمها الانفكشنز، النيو بلازمز، الاوتو اميون ديزيز، الاندوكراينال ديستربنسز، الفاسكولار اكسيدنتس، الدراجز، والنيورولوجيكال ديس اوردرز. بعض الكوز الميسلينياس كوز فيفر اللي هي زي الدراج فيفر، دراج انديوسد فيفر، المسلي الفاميليا الميديسونيان فيفر، ودي بتبقى كاركترايز باي ريكرنت ابدومينال بين اند فيفر، وممكن يكون معاها بوزيتيف فاميلي هيستوري او ذا سيم كونديشن، وبتتشخص بالاف ام اف جي. ممكن الفيفر تكون فاكتيشيس، الشخص ده عايز يدعي ان هو عنده فيفر او يمثل ان هو عنده فيفر، وده ليها كذا حاجه ان انت تعرفها هنشوفها بعد كده. دي أمثلة لبعض الدراجز اللي بتعمل فيفر، زي الميثايل دوبا، زي البنسلينز، زي السلسليت، وزي السلفنامايدز. اوكيجنالي ممكن الايزونيازايد او الريفامبسين ممكن يعملوا فيفر، لكن الديجيتاليز والانسولين عمرهم ما بيعملوا فيفر. نعرف ازاي فاكتيشيس فيفر؟ ده شخص بيكون في الغالب ميديكال او بارا ميديكال تريند بيرسون، بيبقى الهيستوري بتاعه كومبليكيتد، وبيبقى في حاجه اسمها انكونسيستنسز، يعني مش ماشي مع بعضه، فيفر مع حاجات تانية ما بتكونش فيها سبب فيفر، او سيمتومز تاني مش ماشيه مع الفيفر. ما بيكونش فيه ويت لوس لان ما بيكونش فيه اورجانيك ديزيز اساسا. في الفيزيكال اكزامينشن بتلاقيه فيري جود جنرال كونديشن، نورمال اكزامينشن. التمبريتشر ممكن تعدي ال 42 بالرغم من الجنرال كونديشن بتاعته كويسه، لكن درجه الحراره ممكن تعدي ال 42. بما بيكونش فيها طبعا الدايرنال فاريشن، المفروض ان احنا بنقيس درجه الحراره بعد الظهر بتكون اكتر من الصبح، لكن في حاله الفاكتيشيس فيفر طبعا بتكون مش بتحتفظ بالدايرنال فاريشن ده. ما بيكونش فيه تاكي كارديا مع الفيفر، وده المفروض ان كل درجة حرارة بتزود البلس حوالي 10 نبضات او 10 بيتس بير مينت، لكن ده ما بيحصلش مع الفاكتيشيس فيفر. في بعض الفسيولوجيكال كوزز اوف فيفر، يعني لو شفت عيان او بيشنت او بيرسون الحراره بتاعته مرتفعه شويه 38 37.7 37.8، ممكن نعتبرها نورمال، وده بعد افتر ميلز، ممكن يحصل افتر فيجروس اكسرسايز، ممكن بعد الهوت باث، ممكن مع البريجننسي، مع في الفتره بتاعت الاوفيوليشن، مع الهوت ويزر، ومع في بعض الانفانتس او في الاولد ايج. ايه تاثير الفيفر على البادي؟ الفيفر ممكن تزود التيشو ميتابوليزم والكاتابوليزم، ممكن تزود الكاردياك اوتبوت والهارت ريت، بتعمل اكسسيف فلويد لوس، وممكن تعمل بينيفيشال افكت زي ما هنشوف في السلايد اللي جاي. البينيفيشال افكتس ان بعض الاورجانيزم بتكون temperature sensitive، يعني الجروث بتاعها ما بيحصلش مع درجات الحراره العاليه، يبقى لما يكون في فيفر بيحصل لها suppression في درجات الحراره العاليه. ده بالنسبه لبعض temperature sensitive organism. الفيفر كمان بتعمل immune stimulation عن طريق ان هي بتعمل stimulation للماكروفاجز واللينفوسايتس. طبعا الهارمفول افكت زي ما قلنا، بتزود الاكسجين كونسامبشن، بتعمل سيركيولاتري ديستربنس، بتعمل انكريز للميتابوليزم والكاتابوليزم، بتعمل فلويد اكسسيف فلويد لوس، وممكن يحصل انزيماتيك ديسفانكشن لما درجه الحراره تعدي ال 41. ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل من فيفر؟ ممكن تحصل كونفالجنس، ممكن يحصل دي هايدريشن، ممكن يحصل الكترولايت ديستربنس، وممكن يحصل سيريبرال ايديم. طيب الفيفر بتحصل ازاي؟ ايه السبستانس اللي بتطلع من البادي او من الاورجانيزم اللي بتخلي فيه فيفر؟ عندنا فيه بكتيريا البيروجين، يعني الشخص ده خلاص انفكتد باورجانيزم معين، ببكتيريا مثلا. البكتيريا دي بتطلع اندو توكسين، وده كاركترايزد باي ان هو هاي مولكولار ويت، ان هو هيت ستيبل، يعني حتى لو درجه الحراره ارتفعت بيفضل
مستمرة في الجسم، بيشتغل بعد latent period و produced after bacterial multiplication and act as on the leukocytes to produce their endogenous virus. يعني في substance بتطلع من البكتيريا بتشتغل بعد فترة بتشتغل على leukocytes عشان تطلع ال endogenous virus. الاندوجينوس بايروجين اللي بيطلع من الليوكوسايتس ده عباره عن هيت لايت سبستنس بتشتغل على الهايبوثالاميك ريجولاتوري سنتر وبتعمل فازو كونستريكشن كوتينيوس فازو كونستريكشن بتقلل السويتنج اند بتعمل رايفرز وده كله ده بيكومباين تو بروديوس الليفيشن اوف بادي تمبريتشر. ده بيقول لي يفسر ان في واحد عنده فيفر بس ما عندوش انفكشن زي في الكولاجين ديزيز زي في الميكروبيال انفاركشن زي في النون انفكتيف اذر نون انفكتيف ديزيز. ده عباره عن unknown substance بتطلع من المسلز او بتطلع من الاورجان اللي هو افكتد وبتشتغل بunknown mechanism. ده نفس الكلام اللي قلناه ده عباره عن الاكسوجينوس بايروجين اللي بيطلع من الانفكتنج الانفكشوس ايجنت بيشتغل على المونوسايتس والماكروفاجز والاندوثيليال سيلز بيطلع البروستاجلاندين اي 2 اللي هو الاندوجينوس بايروجين والاندوجينوس بايروجين ده بيطلع على الهايبوثالاموس وبيعمل الليفيشن في الثيرمو ريجوليتوري سيت بوينت وبيعمل انكريز في الهيت كونزرفيشن فبيعمل فازو كونستريكشن والبيهيفيرال تشينجز فبيزود الفيفر وكمان بيعمل انفولنتري كونتراكشن للمسلز فبيزود الفيفر. برضه نفس الميكانيزم نفس السلايد نفس المعلومه ان بيحصل انجري للسيلز بيحصل ريليز للكيميكالز بتحصل شيفرنج والبازو كونستريكشن بتبدا تزيد درجه الحراره تفضل زايده درجه الحراره لغايه لما يحصل هيلينج السيلز وهيلينج للسيلز وبعد والكيميكالز او الاندوجينوس بايروجينز بتختفي بيحصل سويتنج وبازو دايليتيشن وتبدا التمبريشر تقل وهكذا بتفضل تتكرر السايكل. درجة الحرارة يعني تأثيرها على البادي بيختلف على حسب درجة الحرارة. يعني مثلا درجة الحرارة 37 نورمال، لما تزيد درجة الحرارة توصل ل 38 بيبدأ الشخص بيحصل له سويتنج بيبقى انكومفورتبل وبيحصل بيحس شوية بالجوع. لو زادت درجة الحرارة وصلت ل 39 بيحصل سويتنج والفلاشنج والتاكيكارديا وبيحصل بعض الدسنيا واحيانا بيحصل كونفلشن. لو وصلت 49 درجه الحراره بيبدا يحصل فيندنج وديهايدريشن فوميتنج وسويتنج. السويتنج بيكون اكسسيف. لو زادت درجه الحراره عن 40 دي بتكون امرجنسي بيحصل منها فيندنج فوميتنج هيديك كونفلشن كونفيوجن وهالوسينيشنز. لو وصلت ل 42 دي بتعمل كوما وكونفلجنز و لو وصلت ل 43 نورمالي بيحصل ديث. ايه الباترن اوف فيفر او الكورس اوف فيفر؟ يا اما كونتينوس فيفر ودي الفاريشن في البادي تمبريتشر ما بيزيدش عن درجه يعني دايما تلاقي 38.5 39 38.5 38.7 ما بيزيدش القرايه عن 1 سنتيجري وما بتوصلش للبيز لاين يعني عمرها ما توصل لل 37 ولا 36.5 ولا 37.2 او 4.10 ودي بتحصل في السكند ويك اوف تايفويد فيفر وبتحصل في النيومونيا. الريميتنت فيفر ودي فيها بيحصل فاريشن اكتر من درجه طول اليوم بس برده ما بتوصلش للبيز لاين زي بالظبط الكونتينوس فيفر. طيب الانترميتنت فيفر دي التمبريتشر بتزيد الفاريشن بتاعها عن 1 سنتيجري لكن بتوصل للبيز لاين عكس الريميتنت فيفر اللي ما بتوصلش للبيز لاين. الريلابسنج فيفر ودي عباره عن بوتس اوف بايركسيا سيبريتد باي بوتس اوف نورمال تمبريتشر من ديز يعني ممكن يومين ثلاثه سخن وبعد كده ثلاث اربع ايام مش سخن يومين ثلاثه سخن يوم سخن يوم مش سخن ودي اسمها الريلابسنج او الاندولنت بايركس ودي بتحصل مع البروسيلوزس وكاركترستيك ليها وبتحصل مع الابشتاين بار بالابشتاين فيفر اللي هي بتاعت الليمفو. في سادل باك فيفر ودي عباره عن تو بيكس اوف تمبريتش اوف بايركسيا سيبريت باي ليس رايز
for about 3 days in between. يعني درجة الحرارة بترتفع وبعد كده بتنزل بس برضو لسه مرتفعة وبعد كده بترتفع تاني، ودي بتحصل مع الدينجو فيفر. ده الشكل بتاع الكونتينيوس فيفر، وده الشكل الريميتنت فيفر والانترميتنت فيفر، وده شكل الاندولنت الريكرنت فيفر، وده شكل الاندولنت فيفر، وده السادل باك فيفر. الأونست أوف بايركسيا ممكن يكون صادن، ممكن يكون جرادوال، ممكن يكون الجرادوال ممكن يكون أوفر دايز أو أوفر ويكس، وممكن يحصل ري إنكريز أفتر سبسايدنس أوف فيفر. الأوست أوف فيفر ممكن يحصل باللايسس، يعني إزاي الفيفر، يعني الشخص ده بيقول لك أنا كنت سخن وبعد كده خفيت، السخونة خفت، خفت إزاي؟ خفت جرادوال، ده بيحصل مع تايفويد فيفر. خفت باي crisis أو sudden، ده ممكن يحصل مع نيومونيا. ممكن يحصل premature drop of fever، يعني ممكن يحصل يكون واحد عنده abscess أو توكسيميا، لو حصل لو abscess وحصل له rupture يبقى بيحصل premature drop of fever. لو واحد عنده توكسيميا وحصل premature drop، يعني fever subsided suddenly، دي معناها إن في circulatory collapse. Diagnostic approach to fever. Diagnostic approach to fever. في الأول لازم ناخد history كويس. الهيستوري ممكن يكون في item يشخص لك الحالة من الأول، زي ما هنشوف بعد كده الحاجات الايتمز المهمة اللي في الهيستوري. نعمل complete physical examination، وده برضو نفس الكلام ممكن يشخص لك الحالة. الهيستوري والexamination مع بعض يشخصوا معظم حالات الفيفر، يعني مش لازم نعمل investigations في كل الحالات، معظم الحالات الهيستوري والexamination بيكونوا كافيين جدا ليشخصوا الحالة. وهنشوف بعد كده المانجمنت اوف فيفر ازاي. زي ما قلنا ان الهيستوري مهم جدا في تشخيص حالات الفيفر. نبدأ الاول نشوف امتى الفيفر بدأت، هل في symptoms تانية مع الفيفر بتعمل localization للorgan الaffected أو system الaffected. نعرف الimmunization status بتاعة البيشنت، هل في history of traveling لأي مكان سواء في inside Egypt أو outside، هل في أي exposure to sick people أو risky بيبول، خصوصا في الفترة دي اللي احنا عايشين فيها فترة الكورونا فيروس ومشاكلها. هل بياخد اي medications او اي drugs ممكن تكون هي سبب الفيفر، وزي ما قلنا قبل كده في بعض الدراجز ممكن تكون هي سبب الفيفر. هل هو exposed to animals، الانيمالز اللي ممكن تعمل transmission للانفكشن للperson ده. sexual history عشان نشوف هل في اي possibility of sexual transmitted disease تكون بتعمل فيفر. هل عمل سيرجر قريب، هل في اي underlying medical illness، هل في اي drug allergy او allergy to any substance. في بعض السيمتومز اللي هي common في اي febrile disease، يعني مش specifically disease معين، يعني اي عيان عنده فيفر في الغالب بيشتكي من malaise, anorexia, headache, nausea, vomiting, dry coated tongue, oliguria and concentrated urine, impaired physical and mental activity. يعني طول ما لو بيشتكي من الحاجات دي مش specific لديزيز معين، ودي اي حد عنده فيفر لاي سبب ممكن تحصل معاه. زي ما قلنا برضو الphysical examination من الحاجات المهمة جدا اللي ممكن تشخص لك سبب الفيفر بدون ما ندخل في الـ next step ونعمل investigations. يعني مثلا لو في ريش، لو في اي skin nodule، لو في اي change في الـ eyes، نعمل fundus examination ونشوف لو في اي change، بنشوف الـ upper airway، بنعمل rectal examination. دول should not be overlooked في الـ physical examination. في معظم الحالات الـ history taking والـ physical examination are very enough to diagnose the case. لكن لو حالة مثلا ما تشخصتش أو جاية من الأول بـ manifestations which indicate أو requires investigations، نعمل إيه؟
في الاول الفيفر الاقل من 7 ايام او لغايه 7 ايام في الغالب ما بتكونش محتاجه انفستيجيشن، لكن لو عدت ال7 ايام او 8 ايام هنقيم شكل العيان. لو العيان ده جنرالي فيري ويل ممكن نعمل له انيشال ورك اب اللي هو انكلودنج ستوب ان نون اسينشال ميديكيشن، نعمل له كومبليت بلاد بيكتشر ويز ديفرنشال كاونت وده مهم جدا، نشوف بيزك البيزل، نعمل بيزل ميتابوليك بانل ونعمل له ليفر فانكشن تيست ويورين اناليسيس ونعمل له الايمجنج از انديكيتد، يعني لو بيشتكي من مشكله في التشيست نعمل له تشيست اكس ري، بيشتكي من مشكله في الابدومين نعمل له ابدومينال الترا ساوند اور سي تي از انديكيتد، لو بيشتكي مثلا من مانيفستيشنز اوف انكريز انتراكرينيال بريشر ممكن نعمل له سي تي برين اند سو اون، وبعد كده نعمل له observation ونعمل له serial examination as needed. طيب لو العيان من الاول لا الجنرال لوك مش كويس بنعمل له admission to hospital ونبدأ نعمل له complete investigations، نبطل نستوب النون اسينشال ميديكيشنز، نعمل له سي بي سي وديفرنشال كاونت والبيزل ميتابوليك بانل ليفر فانكشن يورين اناليسيس، نبدأ نعمل له كلتشرز، نعمل له سي اس اف لو في manifestations of meningitis أو manifestations of increased intracranial pressure، نعمله ستري أكتيف بروتين وزي ما قلنا نعمله imaging as indicated ونبدأ ناخد antibiotic empirical ونعمله serial physical examinations. لو عرفنا السبب أو الفيفر resolved خلاص نعمل treatment للكوز وخلاص، لكن لو الفيفر مش resolved لو الفيفر مش ريزولفد هنبدا نعمل ندور على نقسم اسباب الفيفر لانفكشوس كوز اونكولوجيكال كوز اوتو اميون كوز واميونج ديفيشنسي كوز، ونبدا ندور على كل ايتم من الايتمز دي ونعمل لها الانفستيجيشنز از انديكيتد. في بعض السيمتومز او الساينز اللي لما تشوفها تفكر في سبب معين من اسباب الفيفر او اسباب معينه، زي ايه؟ زي مثلا الريلاتيف براديكارديا. يعني ايه الريلاتيف براديكارديا؟ المفروض بيزيد الهارت ريت باي 10 بيتس بير مينت لكل ارتفاع درجة حرارة درجة واحدة، يعني لو درجة حرارة الشخص الطبيعي 37 وارتفعت ل 38 يعني زادت درجة، الهارت ريت الطبيعي بتاعه كان 90 المفروض يوصل 100، لو نفترض زادت درجة الحرارة بقت 39 المفروض الهارت ريت يوصل 110 يعني زاد 20 بيتس بير مينت. لو ما حصلش الكلام ده يعني نفترض ان درجة الحرارة بتاعت الشخص ده 39 39 ونص والهارت ريت بتاعه لسه مازال 100 او 90 او اي درجة، المهم ان ما حصلش الانكريز proportional increase في الهارت ريت ده بنسميها relative bradycardia، يعني من البراديكارديا اللي هي اقل من 60 لا ده هو 70 80 90 في النورمال رينج لكن ما وصلتش للproportionate heart rate بالنسبه للتمبريتشر، ده بنسميها relative bradycardia. وده بتحصل مع بعض الاسباب اللي هي زي ما قلنا قبل كده الفاكتيشس فيفر، بعض الدراج فيفر، بعض الكوز زي التايفويد فيبر، زي الانفكتيف هيباتايتس، زي المامبس والانفلونزا اند ميني فيرال انفكشنز. لو حصل تاكيكارديا مع الاسباب اللي احنا قلناها يبقى ده indicate complications، الcomplications دي in the form of myocarditis أو secondary infection. الساين الثانية المهمة اللي لو شفناها نفكر في بعض الأسباب اللي هي jaundice، ودي ممكن تطلع hepatocellular jaundice أو obstructive jaundice أو hemolytic jaundice، ودي بعض الاسباب بتاعه الهيباتوسيلولار جوندس زي الانفكتيف هيباتايتس
ليفر سيروزس، الليتوسيروزس، السبتيميا والجلاندولار فيفر اللي هي الانفكشس مونيكليوزس، تايفاس، اليلو فيفر، والدراج هيباتايتس. دي بيكون معاه فيفر مع هيباتو سيلولار جوندس. طيب لو في فيفر مع اوبستراكتيف جوندس ده بيحصل مع الكولانجايتس والشاركوتس انترميتنت فيفر، البيليري سيروزس، سكندري هيباتيك تيومرز، الكارسينوما اوف ذا بانكرياتيك هيد اور امبولا اوف واتر. طيب لو في فيفر مع هيموليتيك جوندس، هيموليتيك جوندس ده ممكن يحصل مع الملاريا وبنسميها بلاك ووتر فيفر، بيحصل مع النيومونيا وبيحصل مع الجاز جنجرين ومع الكونجينيتال هيموليتيك انيميز. طيب لو في فيفر مع سويتنج، السويتنج از كاركترستيك فيتشر اوف سام انفكشنز خصوصا البروسيلوزس مع الملاريا مع التوبركلوزس مع الروماتيك فيفر والتوكسيميا. الهيدك از ا significant manifestation او symptom with fever in cases of meningitis and encephalitis ومع الدينجو فيفر، الدينج فيفر طبعا مع الملاريا والانفلونزا وكومن كولد وتايفويد وار تايفويد. بالور از ا prominent sign in acute rheumatic fever وملاريا والهيموليتيك انيميز والمالجنسز. Herpes labialis is a common symptom or sign in patients with common cold, malaria, meningococcal meningitis, and pneumonia. Epistaxis is an important sign in cases of fever with typhoid fever, leukemias, and hemorrhagic viral infections. Sore throat is a common clinical manifestation in case of glandular fever or infectious mononucleosis. طبعا بيحصل مع الانفلونزا والابر ريسبيراتوري انفكشنز مع الكومن كولد. Scratch is important sign and symptom in cases of glandular fever, leukemias, drug fever and rheumatic fever. Rigors is important symptom in case of sudden onset fever, fever with malaria, amoebic hepatitis, and cholangitis. In some cases, rigors can occur without fever. زي مع blood transfusion, زي مع intravenous fluid therapy, زي مع urinary catheterization due to bacterial pyrogen in the catheter. لو rigors دي حصلت مع disease not known to cause rigors زي مثلا لو عيان عنده هيدروثوركس، لو حصل rigors معناه ان احتمال يكون دخل في بايوثوركس. لو كان عيان عنده valvular heart disease وحصل rigors ده احتمال يكون عنده infective endocarditis او حصل له infective endocarditis. لو عيان عنده otitis media وحصل rigors دي معناه ان الاوتايتس ميديا احتمال تكون حصل لها extension للمستايد اير ساينسز اور lateral ساينس. هيباتوميجالي may be present with fever in cases of infective hepatitis والاميبيك او بايوجينيك ليفر ابسيسز والمالجنسز، وده الليفر بيكون فيهم تندر. لكن لو مفيش تندرنس يعني نون تندر هيباتوميجالي ممكن يحصل مع بعض البكتيريا الانفكشن زي البروسيلوزس زي الليبروسي زي التبركلوزس او ليبتوسفيروس سيفيلس، بعض البارازيتيك انفستيشنز زي الملاريا الهايداتد ليفر ديزيز والكالازار، احيانا في الايرلي ليفر سيروزس الليفر ممكن يبقى فيه هيباتوميجالي، المالجننت ليفر والميتابوليك ليفر ديزيز ميتابوليك ديزيز والاميلودوزس، البلود ديزيز زي اللوكيميا او الهيموليتيك انيميز اند برنيشيس انيميا مي بي بريزنت ويز نون تندر هيباتوميجالي ويز فيفر. سبلينوميجالي ممكن يحصل مع بعض الانفكشنز زي تايفويد والبار تايفويد فيفر زي البروسيلوزس والانفكتيف اندوكاردايتس زي التوبركلوزس والسيفلس والروماتيك فيفر والملاريا والكالازار، مع بلاد ديزيز زي اللوكيميا والهيموليتيك انيميز ومع الليمفوما.